أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة حرص مملكة البحرين على الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي، والذي يأتي بفضل الاهتمام والدعم اللامحدود من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عبر التوجيهات السامية والاستراتيجية الثاقبة في إصدار القوانين البيئية التي تحافظ على البيئة والحياة الفطرية والطبيعية في المملكة، والقرارات والمشاريع والمبادرات التي تتخذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وبدعم ومؤازرة من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في حماية البيئة وتعزيز الوعي بها والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي وتشجيع استدامته. وأشار سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى أن هذا الاهتمام والدعم الكبير الذي يتجسد في إصدار القوانين والقرارات والمشاريع المتنوعة يأتي ضمن ما تقدمه المملكة في سبيل المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والارتقاء بأفضل السبل في الحفاظ على التنوع البيولوجي بكافة أشكاله، مما أكسبها سمعة طيبة وإشادات إقليمية ودولية في هذا المجال، والتي جاءت ضمن مبادئ دستور مملكة البحرين الداعية للمحافظة على الثروات الطبيعية وكذلك ميثاق العمل الوطني في الفصل الثاني. وقال سموه بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام إن المجلس الأعلى للبيئة حقق العديد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد مملكة البحرين في مجال التنوع البيولوجي، حيث تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية سايتس، وتمت إحالة المشروع للمراجعة من قبل المجلس الوطني التشريعي، مشيرا سموه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي منذ عام 2018 على تجهيز ملف محمية جزر حوار لإعلانها كمنطقة محيط حيوي ومنطقة ذات تراث عالمي طبيعي تحت مظلة اليونسكو العالمية. وأوضح سموه أن المجلس قام بإعداد وثيقة تهدف بصورة أساسية إلى تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والحيوية لمناطق تواجد محار اللؤلؤ في مملكة البحرين لضمان الصيد المستدام لمحار اللؤلؤ في المملكة، وذلك عن طريق مراجعة البيانات والمعلومات المتوافرة وإجراء المقابلات والمسوحات الميدانية. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع نهاية العام الجاري. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة على اهتمام مملكة البحرين وتعاونها الدائم مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما تقدمه من دراسات ومشاريع لمواجهة الأزمة البيئية والتحديات التي تواجهها في ارتفاع معدلات الانقراض للحيوانات والنباتات واستمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وخصوصا في ظل التعامل مع جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي، مشيدا سموه بالدور الأساسي الذي يقدمه المكتب الإقليمي للمساهمة في حماية الطبيعة وصون المساحات البرية والبحرية بشكل طموح وبمسؤولية شاملة. الحفاظ على البيئة والحياة البرية والبحرية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لطالما كانت محاور عملت البحرين عليها لدعم المسيرة التنموية المستدامة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ووضعت مملكة البحرين حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها التنموية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى، باعتبارها من أهم الأسس الاقتصادية للمجتمع بموجب ميثاق العمل الوطني وتأكيد الدستور في مادته 9 على اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.
ولم تألو البحرين جهدا بتوجيهات جلالة الملك المفدى وحرص الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر ودعم سمو ولي العهد على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية وإقرار القوانين والتشريعات وإنشاء المؤسسات والأجهزة الرسمية الضامنة لحماية البيئة واستدامة العملية التنموية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني. وتمكن المجلس الأعلى للبيئة منذ إنشائه وتنظيمه في عام 2012 برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى من تنسيق الجهود الوطنية في توفير بيئة آمنة ومستدامة واطلاعه باقتراح الخطط والسياسة العامة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الموارد وتنميتها. ونجح المجلس بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية في تحقيق إنجازات ملموسة في الحفاظ على الحياة البرية والبحرية وحماية التنوع البيولوجي من خلال عشرات السياسات والمشاريع والخطوات. وإيمانا بأهمية الشراكة العالمية في تدعيم التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحماية التنوع البيولوجي، صادقت المملكة على أكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة وبروتوكولا دوليا وإقليميا ذات صلة بالحفاظ على النظم البيئية والحياة الفطرية ومكافحة التلوث بجميع أشكاله.